السمعة السيئة لا تلاحق لبنان على المستويين السياسي والاقتصادي فحسب بل أيضا الحقوقي إذ بات لبنان موسوما بتهمة الإتجار بالبشر في جنيف وذلك بعد تفاقم المشكلات والشكاوى في قطاع العمل المنزلي واستقدام العاملات الأجنبيات اللواتي يدخلن بالألاف سنويا والأرقام تشير إلى أن مجموع العاملات اللواتي دخلن البلاد في العام 2023 هو 30.774 عاملة وتحتل إثيوبيا المركز الأول، إذ سجل استقدام أكثر من 18 ألف عاملة، يليها كينيا مع 5877، سيراليون 1590 عاملة، فيلبين 1495، وبنغلاديش 755 عاملة إضافة إلى جنسيات أخرى. إثيوبيا المصدر الأول للعاملات إلى لبنان رفعت الصوت بعد تفاقم المشكلات مع جاليتها كان يصير في عملية تهريب كان يصير في عملية استغلال هات الدولة عندهم قررت أنه لا هات لنعمل اتفاقية تخيلي أنت من عشر سنين أثيوبيا طالبة ذلك ما كان في استجابة أنا إجت وزيرة العمل الأثيوبية بنهار واحد أنجزنا اتفاق راحت من هون شعرت بالاهتمام وبالتالي الانتظار عندهم هلأ المشكلة الأساسية تكمن في العمل غير الشرعي لبعض المكاتب ولهذه الغاية التنسيق قائم بين لبنان ومنظمة العمل الدولية صرت مقفل 20% من المكاتب أمتنع عن الترخيص ثلاثة منذ ثلاثة أشهر طلعت على مؤتمر العمل الدولي بجنيف قدمت مطالعة قانونية شاملة تظهر حقيقة الوضع في لبنان قدرنا ننجح انه ما يسوء الوضع وقفنا الامر على هذا الاساس اعطوا اشارات ايجابيه انهم نظروا بايجابيه الى الاجراءات التي تقوم بها وزاره العمل نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام تعمل بدورها على اتفاقية أخرى مع دولة كينيا ثاني أكبر مصدر للعاملات إلى لبنان في عنا مؤتمر ثلاثة أيام بدنا نوقع خلاله مذكرة تفاهم وإن شاء الله بتصير عملية الاستقدام من كينيا على لبنان بطريقة ليجل لح يكون في لجنة عندها الكول سنتر، الخط الساخن رح تكون مؤلفه من النقابه من بلبنان ونئبتهم بكينيا. بانتظار عقد عمل موحد منصف او تعديل قانون العمل الحالي او اصدار قانون جديد ينظم موضوع العماله خصوصا الاجنبيه، تبقى القرارات والجهود الحاليه جيده نسبيا للحد من الخسائر والاستغلال للعاملات، خصوصا ان الامر بات يهدد لبنان بوضعه على اللائحه السوداء من حيث احترام حقوق الانسان.